السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا اتكلمنا في الجزء الأولاني بتاع محاضرة النهاردة عن مقدمة عن الدايبيتس سيبيدس، وقلنا الديفينيشن بتاعه وقلنا أنواعه، مثلا سنترال دايبيتس سيبيدس يا نيفروجينيك دايبيتس سيبيدس، وقلنا إن وبالتالي الإيتيولوجي هيعتمد على التايب. لو كان سنترال دايبيتس انسيبيدس هيبقى الإيتيولوجي في البيتيوتري جلاند، حيث إفراز الأنتي ديوريتيك هرمون والأمراض اللي تؤدي إلى هذا، إما إنها تكون حاجة كونجينيتال أو حاجة هيريديتري أو حاجة أكوايرد زي الإنفكشن والتيومر والهيموش. والكدني قلنا الاسباب اللي في الكدني اللي تؤدي الى النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس برضه هيريديتري كوزس واكوايرد ودراجز. وبعدين قلنا الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت الدايابيتس انسيبيدس، قلنا اهم حاجه عنده بوليوريا وبوليديبسيا. وبوليوريا مفهومه، بوليديبسيا في الاطفال هتبان في شكل اريتابيليتي والسكندري نكتورنال انيوريس. وطبعا مع البوليوريا ممكن يحصل ديهايدريشن والالكترولايت ديستربنس، وفي السيفير كونديشن يحصل شوك وجروس ريتارديشن والكلينيكال بيكشر بتاعت الاندرلاينج اتيولوجي. دي المانيفستيشن بتاعت الدايابيتس انسيبيدس بصرف النظر عن نوعه، اذا كان سنترال ولا نيفروجين. الاثنين هيجوا بوليوريا وبوليديبسيا والالكترولايت ديستربنس وجروس ريتارديشن وديهايدريشن وسكندري نكتورنال انيوريس. ده مهم جدا جدا كبرزنتيشن للدايابيتس انسيبيدس. لما نعمل انفستيجيشن برضو ما بتساعدناش ان احنا نحدد نوع الدايابيتس انسيبيدس اذا كان نيفروجينيك ولا سنترال دايابيتس انسيبيدس. فطبعا في اليورين اناليسيس الفوليوم هيبقى بوليوري، يعني اكتر من 5 ملي او اكتر من 6 ملي بير كيلو جرام بير اور او اكتر من 400 ملي بير متر سكوير بير 24 اورز. السبيسيفيك جرافيتي هتبقى دايلوتد، هتبقى اقل من ال 1015 1025 نورمال، هتبقى 1002 ل 1005. اليورين اوزمولاريتي ايضا هتبقى لو، النورمال من 20 من 50 الى 200 ملي اوزمول لكل كيلو. البلاد اوزمولاريتي برضه هتبقى هاي، يبقى في اليورين عشان الدايليوشن هيبقى الاوزمولاريتي هتبقى قليله، بينما في البلاد عشان ان في ديهايدريشن وفي هايبوفوليما هيبقى الاوزمولاريتي السيرم اوزمولاريتي هتبقى هاي. احنا الطبيعي بتبقى 295 ملي اوزمول لكل كيلو او 275 الى 295 ملي اوزمول لكل كيلو. في حاله الدايابيتس انسيبيدس هتبقى هاي، يعني اكتر من 295 ملي اوزمول لكل كيلو. طبعا هنلاقي في هايبر ناتريميا، يعني احنا عارفين النورمال بلاد صوديوم من 135 الى 145، ولما يوصل 150 يبقى كليرلي هايبر ناتريميك. هنا بقى بنعمل حاجه اسمها ووتر ديبريفيشن تيست، ووتر ديبريفيشن تيست. ووتر ديبريفيشن تيست هو اساسا بيفرق ما بين الدايابيتس انسيبيدس وما بين السايكوجينيك بوليديبسيا، ما بين الدايابيتس انسيبيدس والسايكوجينيك بوليديبسيا. ففي الدايابيتس انسيبيدس هتلاقي اليورين سبيسيفيك جرافيتي لو، بينما في السايكوجينيك بوليوريا هتلاقي السبيسيفيك جرافيتي انكريست. ده مهم، تيست مهم جدا جدا تو ديفرنشيت ما بين الدايابيتس وما بين السايكوجينيك بوليديبسيا. نعمل بقى تيست مهم جدا اسمه فازوبريسين ستيموليشن تيست، فازوبريسين ستيموليشن تيست. وده تيست ديفرنشيت ما بين سنترال دايابيتس انسيبيدس وما بين النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. بندي العيان فازوبريسين، فلو كان سنترال
diabetes insipidus هي يقل اليورين اوتبوت وتزيد اليورين اسبونارتي. الفازوبرسين ده كانه انتي دايوريتيك هرمون، فلما بندي هيحصل كما لو كانت البيتيوتري جلاند ريليزد او سكريت انتي دايوريتيك هرمون، يوم يحصل يورين اوتبوت يقل واليورين اسبونارتي تزيد. في حالة نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدوس يبقى نو تشينج، لو لقينا نو تشينج يبقى الحالة نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدوس، لو لقينا اليورين اوتبوت قل واليورين اسبونارتي زادت يبقى ده سنترال دايابيتس انسيبيدوس، ده اسمه فازو برسين ستيموليشن تيست. ده مضافا بقى الى بعض الانفستيجيشن اللي تبين لنا السبب زي الام ار اي بتاع البرين عشان نشوف البيتيوتري تيومر، والسيرم بوتاسيوم والكالسيوم والكيدني فانكشن تيست عشان نشوف نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدوس. التريتمنت وان اهم حاجه ادكوت هيدريشن، ادكوت هيدريشن كالوريك انتيك لو صوديوم و كونتنت اوف ذا دايت وكوركشن اوف الكترولايت ديستربنس خصوصا الهايبوكاليميا. وطبعا نعالج السبب، لو كان سنترال دايابيتس انسيبيدوس هنعالجه بديسموبرسين اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون، السينثيتيك انتي دايوريتيك هرمون اللي في السوق اسمه مينيرين، مينيرين ديسموبرسين. احنا كنا بنقول هنعمل ووتر ديبريفيشن تيست عشان نفرق ما بين السايكوجينيك بوليوريا او بوليديبسيا والدايابيتس انسيبيدوس. السايكوجينيك بوليوريا دي او بوليديبسيا دي عباره عن مرض بيحصل في الادوليسنت فيميلز، ويكون يكون عندهم سام سورت اوف سايكولوجيكال ديبريفيشن او سايكولوجيكال ديس اوردر زي الانكزايتي والسايكوزيس، وفي الغالب السايكوجينيك بوليوريا بتبقى انترميتنت كورس. لما نعمل رينال فانكشن نلاقيها نورمال، ولو عملنا ووتر ديبريفيشن تيست هنلاقي كونسنتريتد يورين، ده اللي يميز دي من البوليوريا السايكوجينيك بوليوريا عن الدايابيتس انسيبيدوس. من ضمن اسباب البوليوريا كنا بنقول رينال تيوبولار ديس اوردر، رينال تيوبولار ديس اوردر. هنت فيسيولوجي كده عن الرينال تيوبول، الووتر والالكترولايتس ار فريلي فلترد ات ذا جلوموجولاي، اليورين والالكترولايت بتبقى فريلي فلترد عند الجلوموريال ليفل. التيوبول يحصل تيوبولار ري ابزوربشن او تيوبولار سيكريشن ديترماين ذا فاينل يورين كومبوزيشن. Movement of solute tends to occur in the proximal portion of the nephron. The fine adjustment بيحصل distally. The fine adjustment بيحصل distally. Renal اللي هي RTA, renal tubular acidosis, RTA. ده syndrome of persistent dehydration with hypercholuremia ومعها normal urine gap, hypercholuremic metabolic acidosis يعني metabolic acidosis ومعها hypercholuremia، وبيبقى سببها inability of the kidney to reabsorb bicarbonate the type 1 the type 2 آسف أو inability of the kidney to secrete the hydrogen اللي هو type 2 اللي هو بنسميه hypercalemic type تايب 2 او هايبر كاليميك تايب. يبقى احنا الرينال تيوبولار اسيدوز ده سندروم اوف بريزيستنت دي هيدريشن، سندروم اوف بريزيستنت دي هيدريشن ومعاه حاجتين هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوز سببها ان ابيتي اوف ذا كيدني تو ري ابزورب البيكربونات في تايب 2 وان ابيتي تو سكريت الهيدروجين في تايب 1، في الحالتين هيبقى فيهم ميتابوليك اسيدوز. طيب 2 بنسميه البروكسيمال وطيب 1 بنسميه ديستال.
يبقى البروكسيمال رينال تيوبر اسيدوزيس ده اللي هو تايب 2 اللي هو ديفكت في الابيليتي تو ري ابزورب البي كارب في البروكسيمال كونفوليتد تيبيول وده بنسميه تايب 2. وتايب 1 اللي هو الديستال رينال اللي هو انابيليتي او ديفكت ان هيدروجين سكريشن في الديستال كونفوليتد تيبيول. الاسباب في الغالب هيريديتري زي السيستو نوز او اكوايرد بعض الانتيبيوتكس. يبقى عرفنا الرينال تيوبر اسيدوزيس ان ابيليتي تو كونسنتريت اليورين ومعاها بوليوريا ومعاها بريزيستنت ديهيدريشن من البوليوريا ومعاها ميتابوليك اسيدوز. الميتابوليك اسيدوز دي معاها نورمال انايون جاب سببها في البروكسيمال كونفيوليت تيبيول اللي هو تايب 2 انابيليتي اوف ذا كيدني تو ري ابزورب باي كار. في تايب 1 سبب الميتابوليك اسيدوز انابيليتي تو سكريت الهيدروجين في اللي هو ايه الديستال رينال تيوبلر اسيدوز. وادي النفرون وادي التايب 2 اللي هو البروكسيمال رينال تيوبلر اسيدوزيس inability of the kidney to reabsorb bicarb with distal inability to reabsorb الهيدروجين ايون والاثنين يؤدوا الى الميتابوليك اسيدوز سواء كان تايب 2 اللي هو البروكسيمال او تايب 1 اللي هو الديستال رينال تيوبلر اسيدوز. كلينيكال مانيفيستيشن ميتابوليك اسيدوز اهم حاجه يبقى الكوزمور ريسبيريشن اللي هي رابيد ديب ريسبيريشن ومعاها انوريكسيا فومتنج بوليوريا وبوليبسيا معاها ابيزوديك اتاك اوف فيفر اند ديهيدريشن اللونج سيلنج يعمل لنا ريكتس وبون بين فراكشر الهايبوكاليميا تعمل لنا مسل ويكنس او باراليسيس وممكن نلاقي رينال ستون اند نيفرو كالسينوس. الانفستيجيشن هي اللي بنقولها دايما في حالات الكدني نعمل الاي بي جي والسيرم بوتاسيوم والكالسيوم والفوسفورس ونعمل اي بي والفوسفيت ونعمل اكس راي والترا ساوند على الابدومين عشان نفرو كالسيوم. التريتمنت بتاع الرينال تيوبر اسيدوز الاساسي هو اكسسيف انتيك اوف ووتر اند بوتاسيوم ومهم جدا بالاضافه الى كوركشن اوف اسيدوز باي بايكارب صوديوم بايكارب تابلت او سوليوشن واورال بوتاسيوم يعني هو الاساس تريتمنت سبورت. ده بالنسبه للرينال تيوبلر اسيدوز. حد له في الرينال تيوبلر اسيدوز اي سؤال؟ احنا شرحنا الدايبيتس انسيبيدس وانواعه والإيتيولوجي والكلينيكال مانيفستيشن والتريتمنت وشرحنا الرينال تيوبلر اسيدوزيس انواعه والكلينيكال مانيفستيشن هاو تو دايجنوز وهاو تو تريت وكله هناك سبورتيف وهنا سبورتيف ما عدا السنتر دايبيتس انسيبيدوس ممكن يكون هرمون ريبليسمنت بدل انتيدوتيك هرمون ادي الديسموبرسين اللي هو في السوق اسمه مينري. نيجي بقى لاخر موضوع في الكدني هو اليورين تراكت انفكشن وهو موضوع في منتهى الاهميه وبيجي فيه اسئله كتير جدا على مستوى البكالوريوس. هو يعني ايه يو تي اي يورين تراكت انفكشن؟ ات از جروث اوف بكتيريا ان ذا يورين سيستم. ده معنى اليو تي اي بكتيريا في اليورين سيستم. هو اليورين سيستم ما فيش بكتيريا؟ لا اليورين بيبقى ستيرايل اليورين بيبقى يوجوالي ستيرايل. الانفكشن طبعا كان افكت الاستراكشر من اول الكيدني الى اليوريتر الى اليورين بلادر الى اليوريتر. اليو تي اي one of the most common infection of childhood one of the common يعني common infection في the childhood. ال predisposing factor او risk factor female عشان short urethra. الانسر كم سايز ميل عشان
الهايجينيك كونديشن، اليو تي اي انومالي زي الفيزايكو يوريتريك ريفلكس والابستراكتيف يوروباسي، لو مركب قسطره بوليه، الاميون كومبرمايز تشايلد، الانفستيشن خصوصا بنورم انفستيشن والكونستبيشن واند تايت كلوزنج، كل دي ريسك فاكتور لليو تي اي. حبيت بس اجيب بعض صور للفيزايكو يوريتريك ريفلكس وللبوستيريور يوريترال فالف وللرينال ستون اللي هي ريسك فاكتور لليو تي اي. الموست كومن اورجانيزم هو الايكولاي. الموست كومن اورجانيزم اب تو 80% او 85% من اليو تي اي سببه الايكولاي الاشريشيا كولاي. بعد الاورجانيزم الثانيه زي البروتيوس والسودوموناس والكريبزيل اللي دي جرام نيجاتيف، والستاف والستريبتوكوكس في كاليس جرام بوست، والفيرال ادينوفيروس. يبقى اليو تي اي مش دايما بكتيريا، ولو ان الموست كومن بكتيريا فيري رير انها تبقى فيروس الادينوفيروس، انما الكومن بكتيريا والكومنست هو الايكولاي 85% من الانفكشن ايكولاي، الباقي ال 15% بقى بروتيوس نواس كريبزيلا وستاف اوريس والستريبتوكوكس في كاليس وادينوفيروس. المانيفستيشن ايه في النيوبورن؟ يبقى جنرالايزد سيبتسيميا، بور فيدنج وريفوزال اوف فيدنج، فوميتنج، دايريا، تمبريشن، انستابيلتي وخصوصا الهايبوثيرميا وارتابيلتي، وممكن يبقى في جونز. في التشايلد هود بقى ديفينيت، في التشايلد هود في عندنا ابر يو تي اي اللي هو بايرو نيفرايتس، في لور لور سيستايتس اند يوريثرايتس. اساسا اليوريثر نوت كومنلي انفليمد، فلو كان في بايلونيفرايتس ده حاجه فيري دينجرس كونديشن اند فيري سيفير انفكشن، العين بيبقى جاي بفيفر ورايجرز اند فيفرز ورايجرز ولوين بين و فيفر ورايجرز اند لوين بين، والكرونيك ده الاكيوت فيفر ورايجرز ولوين بين. الكرونيك في عندي برلونج فيفر ولوس اوف ويت، وممكن بقى الكورونيك بايلونيفرايتس تعمل رينال فيلر والمانيفستيشن اللي احنا قلنا عليها قبل كده. في اللور يوريثرا انفكشن يبقى في سيتس سيتس، يبقى في عنده كومنلي ديسيوريا وارجنسي فريكوانسي دريبلينج سكندري انيوريسيس، ممكن يكون فيه هيماتوريا. دي اليو تي اي مانيفستيشن. طبعا الكومن هو اللور يو تي اي مش الابر يو تي اي. الانفستيجيشن طبعا اهم حاجه يورين اناليسيس على الاي بي واي يوريا، بص ان يورين بص اكتر من خمسه، ممكن الاقي ليوكسيتك كاست والاقي ديبستيك نايتريت بوزيتيف، وممكن اعمل كلتشر الاقيها بوزيتيف للاورجانيزم خصوصا الايكولاي. بنعمل حاجه اسمها كولوني كونك، وده بيفرق ما بين الانفكشن والكونتامينيشن للسامبل. يعني بالفترض السامبل طلع فيها ايكولاي، هل دي انفكشن فعلا ولا الكونتامينيشن اكسترنال كونتامينيشن من اثناء السامبل؟ بنعمل حاجه اسمها كولوني كاونت، وده مهم جدا جدا. واحنا النورمال يكون اقل من 10,000. لو لقينا كل كاونت من 10,000 الى 100,000 شور في انفكشن. بالاضافه بقى لليورين اناليسيز والكالتشر، ممكن اعمل بلود كالتشر، اعمل سي بي سي والاكوت فيز ريكتنت، واعمل رينال فانكشن تيست. ودي الترا ساوند مبينه العينه اليمين ديت اي في بي انترا فينوس بايلوجرافي، بطلنا نستعملها خالص. والفيزايكو الفيزايكو يوريثرال ريفلكس، الفيزايكو يوريثرال ريفلكس الموجود على ايدك الشمال، واضح اليورين بلادر، وواضح الريفلكس في الرايت يوريتر. التريتمنت طبعا اهم حاجه الهيدريشن والكالتشر سنسيتيفيتي، بندي انتي بايوتيك يوجوالي في حالات السيستايتس لمدة 7 أيام، في حالات البايلونيفرايتس لمدة أسبوعين، يعني أسبوع في السيستايتس والبايلونيفرايتس أسبوعين. في النيونيتو الإيرلي إنفنسي بندي أمبسيلين، وممكن ندي جنتامايسين
5 ملغ كل كيلو جرام او سيل ديجنيشن كيفالوسبور. في الليتر بقى في الليت انفنس اند تشايلد هود في الاكستايتس ممكن ندي كوترا ميكسازول مع سلفا ميثادول ميكسازول او ندي امبسيلين وممكن ندي نيتروفيورانتون ممكن ندي نيتروفيورانتون ده في السيستايتس. في البايلونيفرايتس الافضل ندي السيردجيشن فيروسبورون خصوصا السيفتراكسون وممكن ندي السيفروتاكس او الامبسيلين او حتى الجنتامايس فور تو ويكس طبعا وبعد كده نعمل كلتشر افتر 1 ويك من نهايه الانتيبيوتيك تو انشور الريكفري. البريفنشن طبعا ريموف الاندرلاينج ريسك فاكتور ستون او غير ادكوت هيدريشن افويد كونستيبيشن ادكوت بلاد امبتينج بروفلاكتيك انتيبيوتيك فور ريسك جروب العيانين اللي بيجيلهم فريكوينت يو تي اي او اللي عنده فيزايكو يوريتريك ريفلوكس او ابستراكتيف يوروباسي عنده يورينرجينك بلادر لازم ندي بروفلاكسز انتيبيوتيك زي النيتروفيرانتون او الكوتراموكسازول نيتروفيرانتون كوتراموكسازول او سيزنيشن كيفالوسبور given a daily dose. انا كده خلصت النهارده واتمنى ان وخلصنا كده الجزء النيفرولوجي. المحاضره الجايه ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه هتكون احتمال تكون يوم الجمعه وهنتكلم فيها عن الاندوكراين وهنبدا بالبيتيوتري جلاند وهنتكلم عن الهايبوبيتيوتريزم والشورت ستيشر وعكسها اللي هو طول ستيشر. اتمنى لكم جميعا التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.